وساعه باليوم عيد ميلاده كمان وعلى جبهة. تحليق دائم للطائرات احيانا بتحسها هيك جاي تعطك مرحله وبتقطع مثل كل الاحداث اللي قطعنا فيها وغطيناها وتابعناها. شغلنا بيتطلب منا نكون بالمخاطر. الأرض غير كلياً عن المكاتب وغير عن المواضيع العادية. صار لي هون تقريباً 13 يوم ننقل خبر ما نكون نحن خبر، خاصة بعد استهداف عصام الله يرحمه واستشهاده. خاف؟ إيه بخاف، فكر بولادي، إيه بفكر فيهم. قمنا بواجب 1% من عم يصير بالمنطقة. مرتين بنفس هيدا المحل ومرة بالشرقي. أنا هون لأنه لازم كون هون. بدك تاخذ ويندو؟ طيب يلا فيك لحظة بس اعطيني لاعطيك موقع. يلا لا يلا هاي موقع خذ ويندو. نحن بنوصل للناس اللي بتفل. انا اهلي ما بيعرفوا اني هون مثلا. امن خاطر هاي دي مهنتنا. الساعة يا شباب هلا الساعة 4 الصبح.